تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة إلى سلاح الجو الملكي البحريني هذا اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ويرافق جلالته أيده الله الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط السلاح. وفي بداية الزيارة ألقى قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة ترحيبية بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يده الله بالتكرم بهذه الزيارة، وأعرب قائد السلاح في كلمته عن عظيم شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله على دعم واهتمام جلالته المتواصل، وأن هذا الدعم هو موضع تقدير واعتزاز لجميع منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني، كما أعرب عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الاهتمام الذي يوليه سموه لسلاح الجو الملكي البحريني. وأثنى قائد سلاح الجو الملكي البحريني على الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لهذا السلاح، كما قدم لجلالة الملك المعظم يده الله إيجازا حول استمرار تزويد هذا السلاح بأحدث وأرقى المنظومات العسكرية المتكاملة في إطار التعزيز المتواصل لقدرات مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع. بعد ذلك مرت عدد من طائرات السلاح أمام المنصة ترحيبا بمقدم جلالته. هذا وقد أعرب جلالة الملك المعظم يده الله عن تقديره لما يبذله رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل من جهود وطنية مشرفة بعزيمة صادقة وما يتسمون به من جهزية قتالية ومهارة رفيعة متكاتفين صفا واحدا مع إخوانهم من رجال قوة دفاع البحرين الشجعان لأداء رسالتهم الوطنية السامية دفاعا عن الوطن ومكتسباته الحضارية وأمن مواطنيه، رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل لهم. مهنئا جلالته يده الله جميع منتسبي السلاح على انضمام طائرات F-16 بلوك 70 والتي تعد الأكفأ والأحدث في العالم، وذلك للخدمة في سلاح الجو الملكي البحريني ضمن خطط التطوير المتواصل لجميع أسلحة قوة الدفاع، مشيدا جلالته بالتعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في أمن المنطقة والسلم الدولي وحماية الملاحة وتدفق إمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية والعالمية. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله بالسلام على عدد من طياري السلاح، حيث تشرفوا بالتقاط صورة تذكارية مع جلالته، وكلفهم يده الله بنقل تحياته وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد السلاح متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.